محمد 1/9 عذراء. عذراء. برج العذراء كان في معاناة فعلا، ونقدر نقول ان هو عانى كتير قوي الاشهر اللي فاتت، اوكي، وخصوصا الشهر اللي فات ده، ده كان شهر صعب جدا عنده. لكن برج العذراء الشهر ده بقى من اسعد الابراج بجد، طبعا، لان كل توليفه الكواكب اللي اتكلمنا عنها في برج الثور، برج ترابي، والعذراء هو برج ترابي، برج صديق لبرج الثور، فيبتدوا يدوا لبعض هدايا. اوكي، كوكب المشتري مش هيسيب ولا حد الا لما هيدي له هدايا الشهر ده. واو. سواء على الابراج الناريه والترابيه او على الابراج الهوائيه والمائيه، كله عنده هدايا الشهر ده، كله عنده مفاجآت وخبر حلو وجميل. طب في العمل، هو محمد بيسأل على العمل بتاعه، العذراء أخباره ايه؟ يخلي باله بس من تراكمات العمل. يعني ايه؟ يعني ما يراكمش على حاجات، ما يتقعدش يراكم، خلص على طول، لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. بالظبط، خلص على طول، هتلاقي الدنيا مشيت معاك حلوه. يمكن يكون في ترقيات للناس اللي من برج العذراء، ممكن يكون في وصول لمناصب جديده، في ناس منهم عندهم شهره لو كانوا بيشتغلوا في مجال الاعلام او بيشتغلوا في اي حاجه ليها علاقه بالسوشيال ميديا. وممكن كمان يكون عندهم، لان هو بيسال على العمل بالذات، فممكن برضو يكون عندهم مكاسب ماديه، ممكن من ارث يوصل لهم، او ممكن من بيع عقار، من بيع سياره، من بيع حاجة أو شراء حاجة جديدة. أوكي. والله أعلم. طب إحنا